خلينا ننتقل إلى خبرنا الأخير وشوي بعد غريب. تم بيع أول رسالة نصية في العالم SMS بمبلغ 150 ألف دولار، واللي أرسلت في عام 1992 من جهاز الحاسب الخاص بالمبرمج البريطاني نيل باورث أو بيورث، وكتب فيها عيد ميلاد سعيد، ميري كريسمس. يا سلام، شفتوا لما نقول لكم لا ترموا الأشياء القديمة؟ 150 ألف دولار مستوعب يعني. جوالك النوكي الأولاني يا مها فينه؟ والله أتوقع تحلل خلاص. لا شفتي، يعني لو أنك محتفظة فيه كان ممكن بعد كمان 20 سنة أو أحفادك يقول واحد حق جدتنا قبل 100 سنة. عندي البيجر حقي. يا هذا ممتاز. البيجر عندي، يعني أنا أقدم من الجوال النوكيا. والله البيجر حقي حتى صورت سناب قبل فترة قال يوه يقدمك، فعندي موجود. ممتاز، يعني دائما أقول الأشياء القديمة تزيد قيمتها في المستقبل، يمكن مو في يعني في حياتنا ولكن في حياة أحفادنا، يعني راح يورثوها ونخلي لهم كذا بعض الأشياء اللي ممكن يستفيدوا منها ويصبحوا أثرياء من أثرياء العالم. عموما فقراتنا اليوم متنوعة ومتميزة، ابقوا معنا بعد فاصل قصير.